مسألة مواصلة النضال الوطني من أجل تثبيت حقوقنا المشروعة على مغربية صحرائنا. في ذلك أعتقد أن كنا متفقين وكنا غاديين في هذا الاتجاه، وهذه أزيد من 50 سنة ونحن ندافع عن هذه القضية وسنستمر. لكن عندما نقول الدفاع عن قضية الصحراء المغربية بقدر ما هناك إجماع وطني حول هذه القضية، بقدر ما نرى بأن المعاكسات والمناورات المختلفة تتواصل، وأنتم أدرى بذلك بالنظر إلى أنكم في المناطق الحدودية مع الجارة التي تقود كل هذه المناورات والمعاكسات. وكلما تقدم المغرب وحصل على مكتسبات في مسألة الصحراء إلا وكثرت المناورات من قبل أعداء وحدتنا الترابية وأقسم بالطبع الجارة الجزائر. هذا الأمر اعتدنا عليه منذ 50 سنة من الزمن، رغم أننا حققنا كل هذه المكتسبات تستمر الجزائر في غلها وتؤجج مجموعة من الأوساط دون أن تصل إلى نفس النتائج التي وصلت إليها في الماضي، لكن تستمر. والخطير في الأمر هو أنه اليوم هناك من التعبيرات داخل المجتمع الجزائري ما يبعث على القلق، لأنه لم يعد هناك تعبير عن معاكسة فقط لمغربية الصحراء ومساندة لوهم تقرير المصير، بل هناك تعبيرات التي تخدش في العمق في الشعب المغربي وفي المجتمع المغربي وفي الثوابت الوطنية المغربية. ولذلك هذا الأمر يتعين أن نوجه من قبلنا نحن في حزب التقدم الاشتراكية تنبيه. وأريد أن أقف عند رزانة رد الفعل الرسمي في بلادنا، ونحن في حزب التقدم الاشتراكية يتعين المسيرة في هذا السياق، وأننا الراعي المستقبل في خطب عديدة رغم كل ما يتم التعبير عنه الآن وأمور اللي هي اسمحوا لي نقول لكم في بعض الأحيان دنيئة موجهة سوءا إلى مؤسسات بلادنا وإلى شعبنا، رغم ذلك هناك خطب دالة، كل الخطب الملكية الأخيرة تتسم باليد الممدودة وبالتعبير على أنه مع الشعب الجزائري لنا مسار مشترك ولنا مستقبل مشترك، وأنه طال الزمن أم قصر فهذه المسألة سيتم طيها، ونتمنى أن نعود إلى معركة البناء المشترك. ونحن بدورنا يتعين أن نقول ذلك، وأتوجه إليكم بأن حزب التقدم الاشتراكية لا يمكن له إلا يبقى دائما معبرا بقوة عن مواقفه الثابتة بالنسبة لمغربية صحرائنا، لكن معبرا في الوقت ذاته على أن الرغبة ديالنا هي في أن تكون لنا علاقات طيبة مع الشعب الجزائري على كافة المستويات، ولن نحيد أبدا عن هذا الموقف. أنا اغتنمت هذه الفرصة لأقول ذلك لأنني موجود في وجدان، لكن ما أريد أن أقوله بالأساس هو أنه هذه المعركة ديال الصحراء عندما نرى ما يحدث رغم الاعترافات
والنجاحات الدبلوماسية والمكتسبات اللي حققناها وهي كثيرة ويتعين نشكر عليها صاحب الجلالة والدبلوماسية المغربية وكل من ساهم في ذلك، وعلينا أن نواصل هذا المسار. لكن حزب التقدم الاشتراكية منذ أن كان هذا الموضوع مطروح على الساحة كان يقول دائما بأن معركة الصحراء ستربح أساسا داخل التربوع، وستربح أساسا من قبل الشعب المغربي موحدا مزدهرا متطورا على كافة الأصعدة. وقلنا ذلك على أساس أنه الأمر يستدعي توطير الجبهات الداخلية، وتوطيد الجبهات الداخلية له معالم أساسية هي توسيع الديمقراطية، تقوية الاقتصاد الوطني، وبناء مجتمع عادل على المستوى الاجتماعي.